التصفيات على المركز الشعبي المصري يأمل في أن يصعد لرابع مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم القادمة. ورسلان وبولانيوش بولانيوش المكسيكي يقول لا شيء. ماركو رودريغيز ويشرفه بطاقة صفراء. ماركو رودريغيز يشر بطاقة صفراء جديدة للمنتخب الكوستاريكي ويقول لا شيء في هذه اللقطة. أنظر مايكل أومانيا والآن ينظر كريستيان بولانيوس ودي تمريرة طويلة في الأمام سهلة في حارس المرمى كيلور نافاس حارس مرمى المنتخب الكوستاريكي المتقدم على المنتخب الأمريكي بهدفين مقابل لا شيء. جوني أكوستا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من هذه المباراة وسيرجيو بورخيس في الدقيقة العاشرة تلعب على الدقيقة 37 من عمر هذا الشوط والمنتخب الكوستاريكي يقدم أروع أداء لي. يعني لم نشاهد هذا الأداء في بطولة الكأس الذهبي اللي حقق طبعا لقب المنتخب الأمريكي بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب البنمي منتخب ديني بارتيز اللي على الدوري السابق البنمي والمدير الفني الحالي المنتخب البنمي كان فاز على المنتخب الرياضي المتحدة الأمريكية بهدف مقابل الشيء. لكن يعني المنتخب البنمي تواجد في المركز الخامس في هذه التصفيات بست نقاط الخامس خلف الهندوراس 7 نقاط وخلف المكسيك 8 نقاط وخلف المنتخب الكوستاريكي 11 نقطة والمنتخب الأمريكي 13 نقطة بالصدارة خسارة وحيدة المنتخب الأمريكي كانت أمام الهندوراس خسارة وحيدة المنتخب الكوستاريكي كانت أمام المنتخب الأمريكي بهدف قبل الشيء. هناك في الأولاد المتحدة الأمريكية طبعا في الجولة الثانية من المرحلة الرابعة تملى المنتخب الأمريكي فاز في أربع مباريات تعادل في مباراة الفوز الأول لي كان على منتخب كوستاريكا بهدف مقابل لا شيء تملى خسارة كانت أمام المنتخب الهندوراسي ولمحاولة لمصلحة المنتخب الأمريكي كانت أمام المنتخب الهندوراسي يعني في يوم 7 فبراير من هذا العام كان خسر أمام المنتخب الهندوراسي في هدفين مقابل هدف واحد وكان طبعا فاز في المرحلة التالية المرحلة الثانية في الجولة الثانية من هذه المرحلة على منتخب كوستاريكا في هدف مقابل لا شيء حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد أمام المنتخب المكسيكي بدون أهداف هناك في ملعب الأزتيك الشهير تعادل أمام المنتخب المكسيكي بدون أهداف في باور يوجه زملائه وركلة حرة لمصلحة المنتخب الكوستاريكي الذي يريد ان ينهي هذا الشوط بتقدم مريح تقدم بهدفين مقابل لا شيء ويبحث من خلال هذه الركله الحره عن فارس الاهداف في هذه المباراه ركله حره لمصلحه المنتخب الكوستاريكي نشوف تصويبه قويه من المنتخب الكوستاريكي المنتخب الامريكي التعب القوي كيف هاورد يا ولد كيف هاورد يلبس والتصويبه القويه تصطدم بالحائط غير اتجاه تعود سهله الى تيماو يبدا على طول محاوله هجوميه على اليسار مع دي ماركوس بيزلي الصهيل الايسر لمنتخب الولايات المتحده الامريكيه تمريره من جراهام سوسي على اليمين تغيير اللعب تمريره طويله في الامام بحث دائما عن كليت ديمسي هداف طبعا منتخب المتحده الامريكيه في هذه التصفيات بسبع اهداف كليت ديمسي وهذه تمريره طويله الى شويه كبد تعود سهله الى حارس المرمى تيم هاورد يبدا على طول محاوله جديده لمصلحه المنتخب الامريكي خطا وركله حره لديبسي يرتدي شارط القياده في هذه المباراه في مباراه الدوليه رقم 100 وهذه فرصه ركله جزاء للمنتخب الامريكي المخرج كان يعني يركز على الإعادة في لقطة الخطأ
رومانسي، وتمريره طويله في الامام وانفراد في مرمى الحارس كيلور نافاس، واعاقه لمهاجم منتخب الولايات المتحده الامريكيه، وركله جزاء قد تعيد منتخب الولايات المتحده الامريكيه للمباراه من جديد. والبطاقه الصفراء تشهر في وجه الحارس كيلور نافاس، لابس بطاقه صفراء، وكان يورجن كليسمان يريد بطاقه حمراء. هذه التعب السريعه من جيرام سوسي، والانفراد واعاقه من حارس المرمى كيلور نافاس، والحكم كان رحيم لحارس المرمى. هذه انفرد فاليا جونسون واعاقه نافاس، وركله جزاء لمصلحه المنتخب الامريكي. يبحث من خلال المنتخب الامريكي عن تقليص الفرق في هذا الشوط، ان يخرج خاسرا بهدفين مقابل هدف واحد افضل من ان يخرج خاسر.